مرحبا بالجميع. في هذا الشرح أحببت أن أتشارك معكم مجموعة من المتحكمات التي أتوفر عليها. فالمتحكم الأول فهو الأردوينو أونو. فالأردوينو أونو هو متحكم معروف جدا، وثمنه تقريبا 70 درهم في المغرب أو 7 دولارات. فهذا هو المتحكم الأول الذي تعاملت معه. فالمتحكم الثاني فهو هذا من شركة STM، فهو STM 32F4. ولبرمجة هذا المتحكم وجب التوفر على مبرمجة خاصة من هذا النوع، فهذه هي مبرمجة STM. فهنا معالج STM، هنا الأوسيلاتور أو الكريستال، الفلاش، منفذ التغذية عن طريق USB، ومنفذ البرمجة. فلبرمجة هذا المتحكم نحتاج إلى 4 أسلاك، 2 خاصان بإرسال واستقبال بيانات، ومنفذان آخران للتغذية والكلوك. فهذا هو STM F4، ويحتوي أيضا على منفذ لاستخدام SD كارت، حيث أن هذا المعالج يستطيع الكتابة والقراءة وقراءة البيانات داخل SD كارت. متحكم آخر فهو STM 85 85 85. فهذا المتحكم فهو رائع جدا، نظرا لاحتوائه على جراوند في الجهتين، يعني أن كل بين يحتوي على الجراوند الخاص به. فالأسود هو الجراوند، والأحمر منفذ التغذية، والأصفر فهو السينيال. نستطيع أيضا تشغيله عن طريق بطارية ما بين 5 إلى 10 فولت في الدخل، ويعطينا 3.3 في الخارج، لأن هذا الترانزستور فهو يخفض الفولت إلى 3.3 لكي يشتغل عليها المعالج. فالمعالج يشتغل ب 3.3. متحكم آخر فهو STM 8286. فهذا المتحكم هو شبيه بهذا المتحكم نسبيا، إلا أن هذا المتحكم فهو يتوفر على 1 ميجا من الفلاش، وهذا المتحكم لا يتوفر على أي فلاش. فهذا يسمى بالويموس دي ان، وهو شبيه بالأردوينو كما تلاحظون، وهنا يسمونه الأردوينو الواي فاي. المتحكم الآخر الذي أتوفر عليه فهو USB 32. فهذا هو USB 32 الذي أعمل عليه في الشروحات، فهو الجينيريك USB 32 duet.am. فهذا هو USB الذي أشتغل عليه. فعندما أقوم بإعادة التشغيل فأنا فقط أضغط على أقوم فقط بالضغط على البوت. وهنا
هنا كما تلاحظون، هنا الأدابتر الخاص ب باليو اس بي، فهذا هو اليو اس بي تو سيريال أدابتر المعرف بالسي بي 210 اكس على نظام اليونكس. وهنا لائحة الجي بي اي او، يوجد جراوند ويمكن ايضا تغذيته عن طريق الفي ان، فهذا هو الفي ان. اما اذا قمتم بربطه بالحاسوب فهو يتغذى عن طريق اليو اس بي. يمكن تغذية هذه المتحكمات عن طريق باور بانك، وهذا هو الباور بانك الذي اتوفر عليه بسعة 5000 ملي امبير، فثمنه تقريبا في حدود 70 درهم ايضا هنا في المغرب او 7 دولارات. مثلا نستطيع تجربة هذا المعالج كما تلاحظون، هو يشتغل مباشرة على الباور بانك. فأتمنت هذه المتحكمات كما قلت لكم، فما بين 70 إلى 100 درهم الأردوينو أونو، أو ما بين 7 إلى 10 دولارات الأردوينو أونو. أما هذا من موقع علي إكسبرس فهو ب6 دولارات، والويموس دي أن اقتنيته من المغرب ب120 درهم أو 12 دولار، هذا اقتنيته ب10 دولارات. أما هذا فهو ب9 دولارات من موقع علي إكسبرس، فهذا تقريبا هو أقوى متحكم أتوفر عليه. فهذا هو أقوى متحكم توفر عليه إلى حد الآن. يتبعه هذا الـ USB 32، ومن ثم الـ USB 82 85، والـ USB 82 66، والأردوينو أونو. توفر أيضا على بعض المتحكمات الأخرى، فهي فقط USB 32. هذا المتحكم فهو USB 32، يحتوي على رقاقة لورا، وهذا هو الأنتين الخاص باللورا وشاشة أوليد. فلقد اقتنيت بوردتين، لأن بوردة يتم تشغيلها على أساس ريسيفر، والأخرى فهي سيندر. وسنتعرف الى بوردة الـ USB 32 مع رقاقة لورا في الدروس السابقة، وكيفية التعامل مع شاشة الأوليد التي تظهر لنا الرسائل. هذه هي مجموعتي المتواضعة من المتحكمات، أحببت أن أتشاركها معكم، وشكرا.